محاضرة الكيمو تاكسونومي باين من اسمها كيمو، يعني بتعتمد على الكيميكال كومبوزيشنز او البايو كيميكال كومبوزيشن الموجود في الكائن الحي، وتاكسونومي ان انا اقدر اصنف بناء على طبيعة المواد الكيميائية دي. المواد الكيميائية دي اقدر اعمل لها اناليسز اسمه فايتو كيميكال سكريننج باستخدام بعض التكنيكس الكيميائية زي الالكتروفوريسز والكروماتوجرافي والسبكتروسكوب. الالكتروفوريسز زي ما بعمل اسمه التفريد الكهربائي، ان انا بفصل الدي ان ايه لباندز او البروتين. الكروماتوجرافي اقدر استخرج الماده الفعاله اللي موجوده في الكائن في النبات واعمل لها كروماتوجرافي عشان افصلها التانينز لوحدها، الالكالويدز لوحدها، الجلايكوسايدز لوحدها وهكذا. يبقى دول يعتبروا انواع من انواع الفايتوكيميكال اناليسز اللي هي تعتبر نوع من انواع الاناليتيكال تكنيكس اللي بتستخدم علشان اعمل بيها اناليسز للمواد الكيميائيه اللي موجوده في النبات. الالكتروفوريسز، كروماتوجرافي، السبكتروسكوبي، ساعات كمان في البي سي ار والفينجر برينتنج تكنيكس. الكلاسيفيكيشن للكيمو تاكسونوميكال بيزس، المواد الفعاله يعني اقدر اقسمها لان اورجانيك ايون زي الرافايدز. الرافايدز ديت نوع من انواع الكالسيوم اوكساليت كريستالز بتبقى موجوده في شكل رافايدز، ابر نيدل شيب. البرايمري ميتابولايتس ده اللي الكائن الحي بيستخدمها او محتاجها في النمو بتاعه والعمليات الحيويه بتاعته، زي البولي ساكارايد، زي مثلا الكربوهيدراتس. السيمانتيدز ثالث حاجه تعتبر الدي ان ايه والار ان ايه والبروتينز. الدي ان ايه بيحصل له ترانسكريبشن انتو ار ان ايه، الار ان ايه بيحصل له ترانسليشن انتو بروتين. يبقى البرايمري بتاعنا هو الدي ان ايه، لازم عشان يحصل انتاج للبروتين لازم يبقى فيه موجود دي ان ايه. الدي ان ايه ده الاساس البرايمري. طيب ينسخ لام ار ان ايه، الام ار ان ايه ده والار ان ايه ده يعتبر سكندري لانه تاني خطوه. تالت خطوه يترجم ترانسليتد انتو بروتين، عشان كده بأطلق على البروتين ان هو تيرشري سيمانتيدز. الحاجه اللي بعد كده اللي هي السكندري ميتابولايتس. السكندري ميتابولايتس دي المواد اللي الكائن الحي بينتجها بس مش انفولفد في الجروث ولا الديفلوبمنت ولا الريبرودكشن بتاع نفس الكائن، احنا بنستخرجها منه علشان احنا نستفيد منه، زي التربينويدز، الالكالويدز، الجلايكوسايدز، الفينوليك كومباوندز، الفلافونويدز، التانينز. الجلايكوسايدز والتربينويدز والالكالويدز المواد الفعاله ديت دي تعتبر سكندري ميتابولايتس. لو جينا شفنا التربينويدز طبيعتها ايه، يعني دي اسينشال اويلز. لو جينا شفنا الالكالويدز هنلاقيها نيتروجينس كومباوندز. الجلايكوسايدز مثال ليها السابونينز، من اسمها السابونينز بتعمل فومينج وذ ووتر، بتعمل فروث مع الميه، يعني زي الصابون بتعمل رغوه مع الميه، فعشان كده سموها سابونينز. الفينولكس في منها نوعين، فلافونويدز دي اللي مسؤولة عن إنتاج الألوان في الأزهار والثمار، والتانينز دي بتبقى مادة اسمها الدباغيات، بتبقى ليها أفينيتي إنها ترتبط بالبروتين، عشان كده بيستخدموها في دبغ الجلود أو في علاج الحروق، فبتعمل ارتباط بالبروتين وتكون طبقة عازلة ما بين الجرح وما بين الهواء، فبتعمل حماية للجرح وبتدخل في صناعة الأوينتمنتس أو المراهم بتاعت معالجة الحروق. وده كان تلخيص لمحاضرة الكيموتاكس.